بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي صفحة اليوم السابع، يعني بنقدم لحضراتكم النهاردة بث مباشر جديد مع الطفل كريم اللي بيبدع بصراحة في إلقاء الإنشاد الديني. يعني إحنا معانا النهاردة كريم، عرفنا بنفسك كده. كريم حسن الرايبي، السن 13 سنة، في الصف الثاني الإعدادي. موهبة إلقاء الابتهالات من صغري برضو، وأنا في سنة أولى ابتدائي، وأنا كنت بطلع في إذاعة المدرسة ومسابقات على الإدارة، وكان من الفضل برضو الأستاذ تامر بلال، كان أستاذ الإذاعة الخاص بي يعني، وكان كنا بنروح مسابقات مع بعض يعني، وكان برضو وليا برضو في القرآن وحافظ نص القرآن الحمد لله. اتعلمت الابتهالات ازاي والانشاد؟ اخويا برضو كان بيقول خدتها منه، وكنت بسمع على النت وبعدين اقعد اقول، فجيب معايا وخدتها موهبة خدتها موهبة، بدأت معاك من من اولى صغر، ابتدائي من صغري. دخلت مسابقات رحنا الادارة وعلى مستوى هنا، وكنا بنخش مسابقات مع المدارس التانية، وكنا بنكسب ونطلع الاول. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله وأقول لي مين النبي غالي، أشكي لي من وجدي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرم برسول الله. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا زهرة، طول عمري بتمنى أشوفك وأنظر جمالك وأبوسك، طول عمري بتمنى أشوفك وأنظر جمالك وأبوسك، صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في الليل أراه. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. يعني الله ينور عليك ويفتح عليك كده يا رب. كلمنا كده، يعني نفسك في ايه وبتحلم بايه يا كريم في مجال الابتهالات والإنشاد؟ يعني بتطور من نفسك ولا بطور من نفسي طبعا إزاي بقى؟ بالتدريب وبالسمع، بتسمع دايما؟ بسمع دايما تسمع اي حاجة جديدة بتنزل بسمعها وبقعد اقلد. تسمع لمين طيب؟ ماهر زين وغيره كتير، ما مش متذكر يعني. تمام. بوالدي ووالدتي واخواتي بيعملوا معاك ايه؟ بيشجعوني، بيسمعوني، يعني والدك كان بيقول ان انت عندك موهبة تانية في تلاوة القرآن الكريم، حافظ ايه طيب ولا تسمعنا ايه؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ. الله يفتح عليك، ده ما طلعش انشاد بس ما شاء الله. بدأت حفظ القرآن من امتى؟ من صغري، من سن كام؟ من اول حضانة. عندك ان شاء الله يعني كده ناوي ان انت تكمل حفظ وحفظ القرآن وختمه؟ كريم برضو زي ما محمود بدأ
فضل من الله ان انا حاجه تسعدني ان محمود يبقى اخو كريم، ده حاجه تسعدني يعني. بقى كريم برضو من صغره هو من اولى ابتدائي برضو كانت عنده الموهبه بتاعت القوه انه يقف في الاذاعه المدرسيه، فكان زي الاستاذ اللي هو تامر بتاع الاذاعه كان يقول له يا كريم جاهز كذا، نقوم برضو هنا نساعده احنا كذا هنا في البيت ووالدته بالتحديد يعني، بنجيب بنيجي عن طريق النت او عن طريق بنفتح اللاب ونجيب مثلا انشوده دينيه، وكانت والدته ربنا يبارك فيها تكتبها له بالكتابه، وهو يقعد يقعدوا الاثنين مع بعض ويحفظوها ويتدربوا فيها ويقعدوا زي تدريب لاي حاجه كده، وبعد كده يروح تاني يوم في المدرسه يقولها في الطابور الصباحي، ومشينا على كده فتره طويله. مش حافظ كتير كده، بس هو يمكن عشان ما براجعش عليها اللي عامله معاه شويه. وبرضه الحمد لله عنده برضه حسنا عنده قوه صوت في القران، فانا بقى كوالده بوصي الشيخ محمود ان ياخد باله منه مستقبلا، وايه واذا كان كده برضه يساعده ويشد ولاده ويعلمه اللي هو اتعلمه يعلمه له، ودي حاجه تسعدني ان يكون عندي ولدين قراء قران. جميل جميل ان يكون في بيت يكون القرآن عامر في المنزل يعني، ويكون طبعا الأولاد حافظين لكتاب الله، دي حاجة جميلة جدا. كلمني كده عن إحساسك النهاردة وانت شايف ولادك الاتنين بسم الله ما شاء الله ربنا يخليهم لك يعني حافظين لكتاب الله. الحمد لله رب العالمين. أنا برضو بقرر أولادي الأربعة مش الاتنين يعني كلهم حافظين القرآن الكريم كامل، لكن هو محمود وكريم هم اللي عندهم جمال الصوت أو الموهبة، فحاجة تسعدني وببقى يعني معلش انا بتكلم حاجة بقول بحسها لما يكون في مثلا محزنة او في حاجة دينية ومحمود بيقرأ ويتقدم التقديم العادي الشيخ محمود حسن القريبي، حاجة ببقى حاسس كده بسعادة ملهاش حدود يعني، حاجة انا اظن حضرتك يعني مقدر، فربنا يبارك فيهم ويحفظهم. وزي ما بقول برضو البيت متربي على القرآن والصلاة والزكاة، وبرضه هنا زي ما قلت لك ان انا عضو لجنه الزكاه بتيجي عندنا الحاجه هنا، وهم من صغرهم من اول محمد حتى كريم الاربعه بيتولوا شيل الشنط ويودوها للفقراء لحد بيوتهم، متربيين على القران والصلاه والعمل الخيري، فده فضل من الله علينا يعني الحمد لله. ربنا يبارك فيهم يا رب، احنا سعداء بصراحه ان احنا كنا معاكم النهارده. شكرا.